سمعكم أخوتي، مرحبا بكم في مدينتكم أكادير، ومرحبا بكم على قناتكم أكادير لاندز. أنا اليوم في المنطقة ديال رياض السلام، أصلا جيت نصور لكم إن فيديو هنا. مي كاين العجاج وكاين الريح اللي عدوية في التصوير، هو الريح ملي تيكون. وبطبيعة الحال كلكم كتشوفوا بأنه المدينة ديال أكادير كتحتضن المعرض السنوي ديال الأمن الوطني للاحتفال بذكرى 68 لتأسيس الأمن الوطني المغربي. وأكادير عامرة تبارك الله بالأمن، عامرة يعني فيما مشيتي كتلقى الطوموبيلات ديالهم، وهذه واحد يعني واحد انسين او يعني اشاره جيده بان المملكه المغربيه راه كتحظى بالامن والسلام. انا دابا في هذا يعني الطريق اللي كتسمى محور شرق غرب، الغرب هو البحر كما قلت لكم في شحال من مره، وهنا القدام هو شرق المدينه. هذا المحور اللي كيربط الشرق والغرب ديال المدينة. هنا على اليسر هو رياض السلام، هنا الفرح اللي تابع لبنسرقاو. غادي نحاولوا ان شاء الله نمشيو من هنا حتى تقريبا نوصلوا تسهيلة، وميم طو غنعطي بعد مساعدة الناس اللي شحال من واحد مثلا كيسولني في دي كومونتير فين كاين المعرض ديال الامن الوطني اللي كاين في البلاصه ديال لي فوا. هذا دابا الطريق، غنتبعوا الطريق ان شاء الله حتى نوصلوا ونوريكم فين غتجهوا. والمعرض اليوم الجمعه فاش بدا هذا لو 17 ماي، عرفت وسمعت بانه حقق واحد الحضور غير مسبوق في كاع تقريبا هذا المعايد اللي داروا في المدن الاخرين، فاس وفي المدن الاخرى. وصلت تقريبا غير هذا الصباح، وصل المعرض استقبل شي 100,000 واحد. تبارك الله، هذه شنو كتوريك؟ كتوريك بان المواطنين عندهم يعني علاقه وطيده بالامن ديالهم، وحتى الامن راه بطبيعه الحال راه في صالح المواطنين، والامن راه تدار من اجل المواطنين والوطن. شتي هاد لي رومبان دابا فين ما مشيتي كتلقى تبارك الله الناس ديال الامن، وكاينه مركبه تبارك الله حديثه جدا اللي كاينه في المعرض، حديثه يعني اللي جابها الامن الوطني باش يخدمها. ف عفوا حتى انا نقطع الطريق باش انه يخدمها، ف باش انه يبقى واستئباب الامن، الا كانت اللغه العربيه سليمه، لاستئباب الامن في الوطن. وبطبيعه الحال الامن راه الوطن فيه الامن، ولكن حنا باغيين اكثر. وبهذه المناسبه بطبيعه الحال كنقدموا التهاني ديالنا لرجال ونساء الامن اللي كيقوموا بواحد كما كنقولوا كيقوموا بواحد المجهود جبار باش انه كمواطنين حنايا نحسوا ديما بالامن. وكنقدموا التهاني ديالنا للمدير العام ديال الامن الوطني السي عبد اللطيف الحموشي، وصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. جلاله الملك محمد السادس نصره الله، اللي هو الأمير المؤمنين، اللي هو القائد ديال المملكة المغربية، اللي هو على رأس والعين، واللي هو اللي بسببه الدولة كتعيش في الأمن وفي الرخاء بالمقارنة مع واحد العدد ديال الدول كاينة في إفريقيا وفي في الشرق الأوسط. كما كتشوفوا كما قلت لكم راه كاع لي رومبان عامرين بالأمن تبارك الله. هنا دابا غنتمشاو ونوريكم ديك البلاصه اللي باغي يمشي يشوف المعرض، وهذه فرصه باش انه الناس يتعرفوا عن قرب على
هاد الابواب المفتوحه بعدا راه بالمجان، يبغى يدخل يدخل، راه ما كاين خلص لا حتى حاجه، وللجميع يعني. حتى الامر راه كيتواصل، باغي تسولهم، باغي تستفسر، باغي تعرف شي حاجه، راه هما غيعطيوك معلومات. هما راه هذا راه تدار لصالح المواطنين، يعني المواطنين والعموم، ماشي غير الصحافه مثلا. هذا الرومبان كنسميوه حنا القامرة. نتسناو نمشيو نقطعو دابا او ندوزو. صحام بزاف، ترد البال. هذه لافاك على اليسر، الجامعة ديال ابن الزهر، ليتر عاد سيونس ابخي. هذا الطريق تبارك الله راه ديجا درنا ان فيديو مرارا في هذا الطريق، هي نفس البلون ديال الطرقان الاخرين. فاش غيدوز الامل ويرا كاينه لتحت، وهي البوابه ديال المدينه ملي كتجي من لوتوروت، يعني من الطريق قصير. نحاولوا نوقفوا لهاد الناس تيدوزو، وتا هاد العيالات هادو. باش ترى كيبان لكم لون بوتياج، لان قراب من المنطقه المعنيه، يعني الناس كلشي متوجه لهاد البلاصه ديال المعارض. دابا تمشى غنتعطوا شويه هنا، حتى الناس اللي كيخرجوا من سوبر مارشي اللي كاين على اليسر، وتا ديك المدرسه البريفي اللي كاينه تماك القلم، راه حتى هما راه كيبلوكيو شويه الطريق. مرحبا بكم أخوتي في مدينتكم أكادير، مرحبا بكم في قناتكم أكادير لانس. التعاليق ديالكم راه كتهمنا بزاف، آراء اقتراحات ديالكم على الرأس والعين. وعاش الملك، الله الوطن الملك. اصبروا معنا حتى نقطعوا حتى ندوزوا من هنا. رزقنا الصبر ديال هاد الطريق هادي، كتكون هي اصلا كانت هكا غير دابا، ماشي ديما. ما هي اصلا راه الطريق مسرحه، الطريق يعني مسربيه. دابا راه جاي نيشان، غتمشي تا الرومبان، غنوريكم فين غدوزو. الناس اللي باغيين يمشيو للمعرض، هاد الناس راه كيبانو ليكم على اليسر واليمين، راه هما جايين من المعرض، راه قريب اصلا من هنا، من هاد المنطقة هادي. هذه الدخلة ديال الهدى على اليمن، هنا غنقطعو النيشان، غنمشيو نيشان. الحديد دابا مبلوكي لقدام،
راه كاع تقطع، راه ما كاين خصك تسنى، لان حتى الامر راه كيديروا المجهود ديالهم، ولكن هادشي اللي عطا الله. لازم عزيز عليه كلاكسون، السيارة عندي راه كتبان ليكم فولكس فاجن، هادي وقيلة واش توارك ولا كادي، ماشي كادي، توارك ولا تيغوان، تيغوان جديدة من بين السيارات اللي جابها الأمن الوطني أو شرتها المديرية العامة ديال الأمن الوطني. غنوريكم وحدة تاني إلا بقات في الرومبان، وحدة تاني واعرة. دابا هادشي نيشان راه المعريض هو اللي كاين حدا السبيطار ديال اكديتار، راه هو غادور على اليسر، هادشي الترومبان دور على اليسر، الطريق الاولى دور على اليمين، ها راه كيبان من هنا مقابل مع اكديتال. دابا غنشدو هاد الطريق، ها هي تاني واحد الطوموبيل زويونة، جيب جيب داكشي ديال ميريكان واعرة. دابا الطريق اللي كتدي باش الى بغيتي تمشي لمراكش، هاكو شي الصحام دابا هنا كاين قص الصحام، لان الناس اللي جايين كيما قلت لكم في هاد الطوموبيلات هادو راه ماشي غير قضيه الطوموبيلات، ولكن مجهزين، اللي سمعت بانهم مجهزين بالطائرات بحال واقيلا دوك لي درون، مجهزين كاميرات كتقرا المخالفات، كتقرا يعني الملامح ديال الاشخاص، داكشي ديال ميريكان تبارك الله. ليسونسيل في داكشي هو الامن، يكون واحد الامن، يكون الامن مزيان، ويكون يعني كمواطنين حنا الحمد لله كنحسوا بالامن وكنتمناو اكثر. هيدا بات اسئله، ان شاء الله في القريب نلوحو تاني دي فيديو غير هاد السيمانه ان شاء الله، ونكون غير على خاطركم. هاد لي ميزون، هادو الشورومز ديال الطوموبيلات، اللي بغا يشري الطوموبيلات اللي عندو الدرهم الدولار مرحبا بيه، وتا اللي ما عندوش ليس هل على الجميع، كلشي بغينا يدير يكون فرحان وحقق الاماني ديالو. نتمنى الله يحقق لك يحقق لكم كاع اللي كتمناو ان شاء الله. الكوالور بزاف بزاف كثار، وقيلا كاع نمشيو حتى لأيت ملول يمكن، ياك بغيتو نمشيو لأيت ملول؟
صافي ماشي مشكل. حنا سيدي نمشيو ل 8 مليون ندوزو في تيكي وين، وحنا ان شاء الله في 8 مليون. حتى الناس اللي باغيين يمشيو ل 8 مليون نوريكم كيفاش يعني كي غاديروا توصلوا في اسرع وقت. شتو لومبوتياج على اليمن على اليسر عفوا، هنا دابا راه خاوي ولكن اليسر لعلك ترضى، كلشي غادي تبارك الله المعليط. دابا راه كنقربو للدخلة ديال تيريلات تكتورة و أدرار، حيت الدخلة الأولى ديال تيريلا راه كاينة الفوق. حاولو نجنبو شوية لهنا، ضربو بالسنين، لأن هاد الكار سيري معرفتش فين زربان. السهام يا راجل السهام، برا كندخلو لتيكي وين نشوفو كي دايره حريرتها حتى هي.
دابا راه قربنا ل خلينا التيكيوين، ولكن قربنا للسوق. هنا تاني كيكون لومبوتياج بزاف، ولكن ماشي بحال الخميس. نهار الخميس فاش كيكون عندهم لومبوتياج اليوم شوية. حاولوا اخوتي، كان شي حاجة باغي نصوروها، شي مشروع، مجمع سكني، شي بلاصة باغي نصورها، قولوها لي نحاول نمشي لها ان شاء الله. ده هو السنتر ستيكيوين، الخميس سوق الخميس على اليمين. الخدمة ولا تاك اللي صر دابا هي الخرجه ديال الاموي. هذا الوسط راه منين كيدوز، ملي كيجي من اكادير، هذه اخر محطه ديالو في يعني في المدينه ديال اكادير. هذه هي مقبره على اليمين ديال تيكيوين القديمه. الله يرحم اللي مات، والله يدير البركة والخير، والله يرزق العمر الطويل اللي باقي في الحياة، باقي في الحياة. هذه هي تيكيوين، هو الصويرع اليمن، أسيس على اليسر. هذه هي أسيس من بين البلايص القدام في تيكيوين، قبل ما تكون الزيتون الزيتون والبلايص الأخرى. هنا دابا غنمشيو نيشان باش نمشيو إن شاء الله لأيتم اللول. بغيتي تمشي لأيتم عندك جوج طرق، إما نيشان غتخرج في ديك البلاصة اللي غادي تيق تيزنيت، أو إلى غادي جهة المطار كدير على اليسر. تانا كاين شي شوية لومبوتياج، هنا علي من ملي غنوصلو الرومبار غتبان لكم. دايرين واحد الخرجة كتخرج ديريك في شمس أكادير، صورت لكم ديك واحد المرة. هاد شمس أكادير كاينة في جهة حدا الجهة هادية، هاد البلاصة عوض أنك تمشي حتى لرومبانت إيتملول كتمشي من هنا. ها هي على اليمين، شفتوها؟ راه كيخرجوا الطوموبيلات من تماك، راه كيبان لكم من على اليمين. من هنا تا الجهة هادية بلا ما تا خصنا هذا تيدوز. ما دابا غندورو نمشيو لمدينة ايتملول. صافي النهاية ديال لومبوتياج تال ايتملول.
هذيك تحديد السرعه. حنا دابا نهايه لومبوتياج، واخا كاين شي شويه ولكن ماشي بحال اللي كاين في سيكيوي. ان شاء الله راه ملي غتسيب ديك الطريق ديال المداريه راه ان شاء الله لومبوتياج غيحيد بواحد طريقه كبيره، يعني بواحد نسبه كبيره بزاف، ماشي طريقه نسبه. اصبر اصبر شوية، هنا راه غندوزو على واد سوس. شوفوا على اليسر راه كيبان لكم شي دور، راه تما فين كاينة القنطرة ديال السوس اللي كدار، راه ديجا صورتها لكم واحد المرة، هي اللي غتربط بين ايت ملول لا ازرو، راه ازرو هو ايت ملول، يعني في الجهه الاخرى. هاد الجهه كاينه الدراكه، راه كاينه في الجهه الاخرى، كتبان لكم بعيده ولكن راه كاينه الدراكه. انا ما قدرتش ندور الكاميرا لان فيكسيا على ريتروفيزور. ها هو دابا الواد، كندوزو على الواد الجهه الاخرى، راه تابع ل ايت ملول. هاد الجهه فين كنت تابع لتيكيوين واكادير، تماك فين غتكون القنطره على الجهه الاخرى، راه هي اللي صورت لكم. حاولوا تدخلوا ثاني حتى هي لا فيديو، شوفوا القنطره. غنخلي لكم ليان في الديسكريبسيون، خلطات لونجلي مع الفرنسي. دابا عندك جوج الحوايج، باغي المطار سير نيشان، دور على اليسر، رومبان لا رومبان تاني. بغيتي تارد انت عبر الطريق الوطنية على اليسر، بغيتي ايت ملول دابا دور على اليمين، حنا غندورو على اليمين. بغيتي تيزني سير نيشان رومبان واحد لا جوج، واحد جوج تلاتة أربعة، ها تيزني طريق تيزني تدور على اليسر. حنا غندخلو من هنا، واحد موطوموبيل قاسو موتور، ولكن ماشي موتور، كاميو، ولكن كنشوف الديفو ديال الموطوموبيل. ديما ما نحاولوش ندخلو في الجنب ديال الكوميا. هذا باتر البليله غندخل هنا، هذه دابا هي الدخله ديال ايت ملول من جهة المطار، الدخلة الأولى. راه تبارك الله ايت ملول راه تاني أكبر جماعة، بعد تقريبا أكادير، راه جماعة بالسكان وبالمساحة، راه تبارك الله. يا سلام، خاص التنظيم. غندورو على اليسر وإن شاء الله نكملو لكم لا فيديو. ما تنسوناش ديما من التعليق ديالكم والاشتراكات ديالكم. لو شوفوا لي فيديو اخرين بحال ديال، راه غنخليه لكم حتى هو في ديك الشاشه ديال النهايه، راه كاين فيديو ديال القنطره والفيديو ديال المدينه ديال ايت ملول. اللي باغي مثلا يشري او باغي يعرف اماكن في ايت ملول حتى هو نخليه لكم. يلا شكرا لكم، الى اللقاء.